نقف اليوم مع نداء مهم جدا من رب العباد إلى طائفة مخصوصة من الناس. نقرأ الآية ثم نقف مع هذا النداء العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. ما أعظم هذا النداء. لما نقول أهل الكتاب إذن نعني ثلاث طوائف. هذه الطوائف الثلاث يطلق عليها لفظ مصطلح علم اسمه أهل الكتاب، اللي الناس بيطلقوا عليهم أديان. هم طوائف دينهم واحد المفروض، لكن حرفوا، ما لناش دعوة. إنما دينهم الإسلام، أنبياؤهم جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى، قائم على الأركان الخمسة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الطوائف الثلاث وإلى غيرهم من الخلق، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم تميز عن باقي الرسل بأنه أرسل للعالمين. العالمين يعني إيه؟ يعني كل البشر ويلحق بهم الجن، لأنه رسول إلى الإنس والجن من أول ما بعث إلى قيام الساعة عليه الصلاة والسلام. ظنوا أو هكذا زعموا، وليس ظنوا، مش معتقدين، إنما حاولوا أن يقنعوا أنفسهم بهذا، بأن هذا النبي إنما أرسل عليه الصلاة والسلام فقط للعرب. يعني بعضهم لا ينكر أنه مرسل، لا ينكرون هذا، إنما راحوا يخرجون أنفسهم من دائرة المسؤولية ودائرة الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا آه كانوا يقولون هو مرسل للعرب، هو هذا النبي. لا تضحكوا على أنفسكم، لا تكذبوا على أنفسكم، لا تكذبوا على الناس، لا تضللوا الناس. وأنتم تعرفون إن في سورة البقرة آية تفضحهم، فلازم يلاقوا لهم مخرج. كانوا يقولون لأهل يثرب من غير أهل الكتاب، أهل يثرب كان فيهم أهل كتاب اللي هم بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، وكان أيضا فيهم المشركون زي العرب كده، الذين يعبدون الأصنام ولا يدينون بأي دين سماوي أو بأي شريعة سماوية. فكان اليهود يتوعدون هؤلاء، سيأتي هذا الرسول وسنتبعه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، هيبقى لنا الغلبة ولنا القوة، وشوفوا هنعمل فيكم إيه. العجيب أن هذا القول جعل أهل يثرب من المشركين يسارعون إلى الإسلام. القرآن ده نور الدنيا ونور الآخرة، نور قلوب الخلق. لو آمن به 8 مليار نسمة النهاردة، 8 بليون نسمة النهاردة، لأنار الله تعالى قلوبهم وأنار به طريقهم. فأي نور أعظم من نور القرآن؟ طبيعي النبي أم نور ولا لا؟ صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الباب. ومن هنا نفهم ليس ملاكا، هو بشر، لكن في طهره ملك. في طهره ملك يعني لا يقترف المعاصي عليه الصلاة والسلام. طبعا عشان تعرف قدر هذا النبي، انت فيك ذرة كده من النور، وشوف بقى الذرة دي عاملة معاك ايه. لكن عايزك تعرف قدر النور اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. النور اللي عند الأمة ده لما يتجمع يبقى ده النور اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام. النور الذي في قلب النبي وزع على الأمة بقدر ما يحفظون من كتاب الله سبحانه جل في علاه ويعملون به. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينور بالقرآن قلوبنا في الحياة وبعد الممات، وأن يجعل هذا القرآن نورا لنا يضيء لنا على الصراط. اللهم أمين. خلينا نقف مع هذا المعنى في لقائنا القادم إن شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.